بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الحامدين الشاكرين، أحمده حمد الأولين والآخرين، حمد ما في السماوات وما في الأرض، حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده على فضله وإحسانه وإنعامه وتوفيقه، وأسأله منها الكمال والدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تدخلنا دار النعيم وتنجينا عن دار البوار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، رب تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التفريق. إنما الأعمال بالنيات فالعاقبة للمتقين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما علينا إلا البلاغ. قد فرضنا من باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والذي يليه باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. تعلمون أن للوضوء معنيين، وضوء لغوي ووضوء شرعي. والوضوء اللغوي هو غسل اليدين والفم أيضا، ثم الوضوء الشرعي تعلم غسل الأعضاء المخصوصة بنية خاصة. نعم، ما المراد منها هنا منهما هنا؟ هل هو وضوء لغوي أو وضوء شرعي؟ ذكر بعض الشراح أن المراد هنا الوضوء اللغوي، يعني غسل اليدين، ومشروع كما هو معلوم عند الطعام، يعني قبل الطعام وبعد الطعام هو مشروع. ذكر ابن حجر رحمه الله: والوجه أنه مراد به كل منهما. فإذا كيف يراد بالوضوء كل من المعنيين، أحدهما مجاز والآخر حقيقة، بقاء على الأصح من جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. حقيقة يعني حقيقة شرعية، هو الوضوء الشرعي. أما الوضوء يعني اللغوي غسل اليدين، ثم فإذا كلاهما مراد. فإرادة الأول من حيث نفيه، يعني معناه هو الحقيقي، والوضوء الشرعي ليس باعتبار نفيه معناه ليس مشروعا عند الطعام كما سيأتي في الحديث.
الوضوء الشرعي ليس مشروعا ولا مطلوبا ولا مأمورا به عند الطعام. والثاني يعني الوضوء اللغوي هو غسل اليدين، هو مراد من إثباته، يعني هو مطلوب. فكأنه قال صفة وضوئه الشرعي عدم الوقوع وعدم الوجوب، يعني لم يقع منه صلى الله عليه وسلم الوضوء الشرعي عند الطعام، عند الطعام يعني قبل الطعام وبعد الطعام لأجل الطعام لم يقع. ثم كذلك وعدم الوجوب. وصفة وضوئه اللغوي الوقوع والندب. غسل اليدين فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام لأجل الطعام. ثم هو مندوب أيضا. ويدل على ذلك أن الأحاديث الآتية في الباب كلها بالمعنى الأخير، نعم، فإنه بالمعنى الثاني كما سيأتي. ثم عند الطعام، ما معنى الطعام؟ ما قصد الطعام اقتياتا أو تقدما أو تفكها، كل هذا طعام. فأما ما يقصد للتداوي فسماه الفقهاء طارة طعاما نظرا إلى أنه يطعم أي يؤكل، وطارة أنه غير طعام نظرا للعرف. الدواء لا يطلق عليه الطعام. طعام اسم لكل ما يطعم، كالشراب اسم لكل ما يشرب، هكذا ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله. نعم. بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به ورضي عنا معه آمين، قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه أن أيوب رضي الله عنه عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء الخلاء المكان الخالي. ثم المراد هنا بالخلاء المكان الخالي يعني هو قضى حاجته ثم رجع. فإذن سمي عن مكان قضاء، عبر عن مكان قضاء الحاجة بالخلاء استحياء وتجملا، استحياء وتجملا. لماذا؟ لأن العرب لا يعبرون عنها صريحا، فإذا جرى على هذه العادة. العرب هكذا ينفون من التعريب عن مثله صريحا، لذلك هو أيضا من عادة العرب تجنب النطق بمثل ذلك والكناية عنه ما أمكن، والكناية عنه ما أمكن. هذا ذكره ابن حجر رحمه الله فيما يأتي من شرح قول الحديث من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض يقضى فيه الحاجة، كذلك الخلاء المكان الخالي الذي يقضى به الحاجة، من عادة العرب. فإذا اللغة العربية هكذا يقال منزهة مقدسة من هذا الجانب، هذا من خصوصية اللغة العربية. نعم. ثم فإذا سأل الصحابة سؤال ألا نأتيك بوضوء،
ما أن تولوا به. لماذا سألوا؟ كان سبب قولهم ذلك اعتقادهم طلب الوضوء عند الطعام. فإذا خرج من الخلايا فقرب إليه الطعام، فإذا سألوا ألا نأتيك بوضوء. يعني هم ممكن بعض منهم اعتقد خطأ أن الوضوء الشرعي مطلوب، لذلك سأل. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء عند الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. ثم ظاهر هذه الآية أن الوضوء واجب لكل قيام لصلاة، يعني لكل صلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، سواء كان متوليا أو محدثا، هكذا كان، يعني الوضوء لكل صلاة كان مشروعا ثم نسخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى لكل صلاة ثم ترك. فإذا معنى الجواب أن الأمر بالوضوء منحصر أصالة في القيام إلى الصلاة لا عند الطعام. ثم فإذا هذا الحديث أنه عدم وجوب الوضوء الشرعي عند الطعام. نظرا لهذا الحديث قال الشراح أن المراد بالوضوء في الترجمة الوضوء الشرعي، وكذلك الوضوء اللغوي كما سيأتينا كما يفيده بعض الأحاديث التي. وبه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي رضي الله عنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه أن عمرو بن دينار رضي الله عنه سعيد بن حويرثي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغاية فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتولوا؟ فقال: أأصلي فأتولوا؟ فإذا بعد يعني قضاء حاجته أتي بطعام. فإذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يحتاج إلى قضاء الحاجة، لو كان يدافعه الحدث، ماذا يفعل أولا؟ يقضي حاجته، يفرغ بطنه، ثم بعد ذلك يتناول الطعام. نعم، هذا أنفع. ثم هكذا كان حدثه صلى الله عليه وسلم. فإذا أتي بطعام فقيل له: ألا تتولى؟ يعني نفس السؤال، ألا نأتيك بوضوء؟ هنا ألا تتولى، يعني هل تريد يا رسول الله أن تتولى لأجل الطعام؟ فقال: أصلي، أنا أريد أن أتناول الطعام، لا أريد أن أصلي الآن. لو كنت أصلي فأتولى. هذا معنى الحديث متفق مع معنى الحديث الماضي الأول. ثم حديث الثالث. وبه قال: حدثنا يحيى بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير رضي الله عنه قال: حدثنا قيس بن الربيع رضي الله عنه حا حدثنا قتيبة رضي الله عنه قال: حدثنا في نسخة بدون واو حدثنا قتيبة، لكن في نسخة أخرى بالواو وحدثنا، وهو الأظهر وهو الصحيح. نعم، لأن قوله حدثنا قتيبة هو عطف على قوله حدثنا يحيى بن موسى، لأن الظاهر نسخة الواو. نعم، وحدثنا قتيبة رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الرحيم الجرجاني رضي الله عنه عن قيس بن الربيع رضي الله عنه عن أبيه هاشم رضي الله عنه عن زادان رضي الله عنه هشام عن زادان
هشام عن زادان عن سليمان رضي الله عنه قال. هكذا في نسخة أبي هاشم. في نسخة أخرى أبو هشام. نعم. في نسخة ثالثة عن هشام بدون أبي. نعم. فإذا كتب في تعليق وقع في المطبوعة والأصل أبو هشام بدلا عن أبي هاشم فهو خطأ. إذا ظهر منه أن صحيح أبو هاشم. نعم. عن أبي هاشم عن زادان هكذا في نسخة ابن حجر الهيثمي رحمه الله أبي هاشم. نعم. عن أبي هاشم عن زادان رضي الله عنه سليمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن سلمان عن سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي. نعم. ماذا قال؟ قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. نعم. سلمان رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود لذلك قرأ في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. الوضوء بعده ما معنى الوضوء هنا؟ الوضوء يعني غسل اليدين. هنا الوضوء بمعنى غسل اليدين. نعم. هكذا هو يعني موجود في التوراة لكن هذا بعد الطعام غسل اليدين بعد الطعام الوضوء أي غسلهما هكذا شرح ابن حجر رحمه الله بعده. إذن بركة الطعام الوضوء فهذا الإخبار على سبيل المبالغة. قال ابن حجر رحمه الله قال وجعله نفس البركة للمبالغة وإلا فالمراد أنها تنشأ عنه فينمو ويزيد بالأول وتعظم فائدته بالثاني لاستلزامه زوال نحو الغمر المستلزم لبعد الشيطان ودحله. نعم. هكذا يزيد البركة. فإذا أولا غسل اليدين ثم بعده بركة الطعام غسل اليدين ما معناه أي استمراره على الأكل وغيره. بركة استمرار البركة على الأكل وعلى غيره وحصول منافعه له وزوال مضاره عنه هذا معنى البركة. معنى بركة الطعام حصول منافع الطعام وكذلك زوال مضار الطعام كل هذا من معنى البركة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأخبرته بما قرأت في التوراة. هل هذا تكرار؟ لا. إن كلمة ما مصدرية وأخبرته بما قرأت في التوراة كلمة ما مصدرية فيكون المعنى وأخبرته أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتي في التوراة. إذن معنى قوله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر له؟ أن بركة الطعام الوضوء بعده هذا ذكر ثم قال قرأته في التوراة هذا معنى قوله أخبرته بما قرأت في التوراة. فإذا جملة ثانية مستقلة ثانية بالمعنى. فإذا هذا الأول لا يغني عن الثاني. الأول لا يغني عن الثاني. ذكر إبراهيم الباجوري وأخبرته بما قرأت في التوراة أي بقراءتي في التوراة وما مصدرية
فحينئذ فلا يغني عنه ما قبله. فإذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، أي بركة الطعام تحصل بالوضوء يعني بغسل اليدين قبله، معناه أي عند إرادته بحيث ينسب إليه، والوضوء بعده أي عقب فراغه. فيحصل بالأول استمراؤه على الآكل وحصول نفعه به. استمرار لا، أنا قرأت يعني في نسخة ابن حجر، في كتاب ابن حجر استمراره، ليس استمرار بل استمراؤه، يكون مريئا يعني لذيذا. استمراؤه على الأكل وحصول نفعه به وزوال غرره والترتب الأخلاق الكريمة، يعني هذا الرجل يغسل يديه قبل الطعام وبعده، يؤثر هذا في خلقه، يكون صاحب الأخلاق الكريمة. نعم ما شاء الله. والعزائم الجميلة عليه، يترتب على غسل اليدين العزائم الجميلة، يكون صاحب عزيمة جميلة ويكون صاحب خلق كريم. ما شاء الله، كم من الفضائل هذا بغسل اليدين قبل الطعام. ويحصل بالثاني زوال ناحب الغمر المستلزم لبعد الشيطان ودحضه. نعم، دحضه يعني دفعه هكذا. هذا يعني في هذا الزمان بعض المسلمين يتبعون الغرب، لا يغسلون الأيدي، لا يغسلون الأيدي لأجل الطعام، ليس غسل يد واحد ولا فم، بل غسل اليدين والفم قبل الطعام وبعد الطعام. هذا ثبت في الحديث، فيه اتباع. فإذا يجب على المسلمين اتباع الاقتداء بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه في الطعام. نعم، هكذا يغسل اليدين. بعض الناس يعتبره عارا، هذا هم يقولون، هذا يعني زمن متطور، قوم متطورون، فإذا هذا يعتبر قبيحا قديما، ثقافة رديئة. لا لا، هذه هي الثقافة العظمى، هي القدوة العليا، العليا، القدوة العليا. الله. ثم سبق كثير من آداب الطعام وسيأتي عليه، البسملة وغيرها سيأتينا. ثم ذكر إبراهيم الباجوري هنا في نهاية هذا الباب آداب ترتيب يعني غسل الليل. يسن تقديم الصبيان على المشايخ في الغسل قبل الطعام، مثلا هذا قوم يريدون أن يتناولوا الطعام، من بينهم صبيان ومشايخ يعني كبير وصغير، من الذي يغسل اليد أولا؟ الصغير. تقديم الصبيان على المشايخ في الغسل قبل الطعام، لماذا؟ لأن أيدي الصبيان أقرب إلى الوسخ، وقد يفقد الماء لو قد قدم المشايخ. فإذا لو قدم المشايخ يفقد الماء، فإذا هذا يد الصبيان، أيدي الصبيان أقرب إلى الوسخ. إذا لو فقد الماء، نفد الماء، فالمشايخ يأكلون بدون غسل اليدين، يعني أيديهم أقرب إلى النظافة، أيدي الصبيان أقرب إلى الوسخ. إذن ما هو أقرب للوسخ أولى باستعمال الماء الموجود فيه. هذه حكمة. ثم على كل حال، هذا تقديم الصبيان على المشايخ في غسل اليدين قبل الطعام. ثم وأما بعد الطعام فبالعكس، لماذا؟ إكراما للشيوخ. نعم، الصبيان لا يتقدمون على الشيوخ، وهنا ليس باعث آخر للتقدم، أما قبل الطعام هناك باعث آخر للتقدم، لذلك يتقدمون الصبيان، يتقدمون. وهنا على أصل الأدب والإكرام، المشايخ كبير السن يغسل يديهما بعد الطعام.
فهذا كله في غير صاحب الطعام. صاحب الطعام ماذا يفعل؟ أما هو فيتقدم بالغسل قبل الطعام. صاحب الطعام هو الذي يغتسل أولا، يغسل أولا، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم المشايخ، هكذا قبل الطعام. ويتأخر به بعده، صاحب الطعام يتأخر بالغسل بعد الطعام. فإذن الترتيب هكذا، أولا الشيوخ، ثم الصبيان، ثم صاحب الطعام. نعم، على العكس. ويسن تنشيف اليدين من الغسل بعد الطعام لا قبله. لو غسل اليدين لأجل الطعام قبله لا ينشف يديه ولا يجفف يديه، بل ينشفهما بعد الغسل بعد الطعام. لماذا لا ينشف، لا يسن التنشيف تنشيف اليدين قبل الطعام؟ لأنه ربما كان في المنديل وسخ يعلق باليد. نعم، ممكن يكون في المنديل وسخ، لا هذا احتمال، مع ذلك لا يسن التنشيف مع عدم ذلك إذن حقيقة. نعم، ولأن بقاء أثر الماء يمنع شدة إلصاق الدهنية باليدين. هو يعني يأكل طعام فيه دهن أو شحم هكذا، فإذا لو بقي بلل الماء باليد يقل إلصاق الدهنية باليدين هكذا. نعم، هكذا العلماء بينوا يعني جميع الآداب ما شاء الله. ثم باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. إذن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قبل الطعام وبعد الطعام. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا ابن لهيعة رضي الله عنه عن يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه عن راشد بن جندل رضي الله عنه جندل راشد بن جندل اليافعي رضي الله عنه عن حبيب بن أوس رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعاما فلما رأى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. أبو أيوب الأنصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه فأكل جميعا، لكن في أول الطعام كان أعظم بركة في آخره أقل بركة، هو تعجب منه. كيف يكون، كيف يحس هذه البركة بهذه البركة؟ سيأتي حديث آخر، يعني أولا كان كثيرا يشعرون بأن الطعام كثير كثير كثير، يأكل 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 لكن لا يقل لا يقل، كأنه يبقى كثيرا، لكن أخيرا كأنه نفد بسرعة. أخيرا كأنه نفد الطعام بسرعة، أولا لا يبقى لا ينفد لا ينفد، أخيرا قل بسرعة نفد بسرعة. فإذا هكذا أدرك، أو يعني في أول الطعام كان مريئا، استمرار الطعام على الأكل من بركة الطعام، فإذا أولا كان وجده لذيذا جدا، في آخره لم يجد هذه اللذة للطعام واحد. هكذا يعني علامات، من هذه العلامات ذكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استفسر عن سبب البركة في أول الطعام وقلة البركة في آخر الطعام، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب البركة في أول الطعام تسميتهم، يعني هم بدأوا تناول الطعام بالتسمية، قالوا بسم الله الرحمن الرحيم ثم أكل، ثم بعد ذلك جلس معهم رجل آخر، بعد هذه التسمية قعد معهم رجل آخر أكل معهم بلا تسمية. من ذلك الوقت جاء هذا الشؤون. نعم،
ألم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. الله، نعم، فأكل معه الشيطان. فإذا هذا الحديث دل على أن البسملة سنة تدب التسمية. ثم هذه التسمية سنة كفاية، فإذا سمى أحد من الآكلين أجزأ، وإن لم يسم الباقون لحصول المقصود من امتناع الشيطان من الأكل منه بذلك كما في الحديث. هذا القدر سنة كفائية، ليست سنة عينية، هذا لحصول المقصود. أما حصول الثواب يتوقف على تسمية كل، هذا من مقاصد التسمية منع الشيطان من الأكل معهم. فإذا لو سمى الله تعالى واحد من الأكلين يكفي. لو كان يكفي بسملة واحد فكيف يعني قلت البركة في هذا الطعام، مع أنهم سموا أتوا بالبسملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم كيف قلت البركة في آخره مع أن هذه السنة سنة كفاية، ثم كيف أكل معهم الشيطان من أثناء الطعام لأجل عدم تسمية هذا القاعد ولم يسمي، لأجل ذلك كيف أكل الشيطان معه. فهذا يقتضي أن التسمية ليست سنة كفاية بل سنة عين، فكيف الجمع؟ إبراهيم الباجوري يقول ولا يشكل على ذلك ما نقله الطيبي عن النووي رحمه الله تعالى أن الشافعي رضي الله عنه قال لو سمى واحد في جماعة يأكلون كفى وسقط الطلب عن الكل، هكذا قال. فإذا هل يشكل هذا على هذا الحديث من أن التسمية سنة كفاية؟ لا. لماذا؟ لأننا نقول كلام الشافعي رضي الله عنه مخصوص بما إذا اشتغل جماعة بالأكل معا وسمى واحد منهم، يعني ابتدوا جلسوا معا، ابتدوا معا، هناك قال يكفي تسمية واحد ويسقط به الطلب عن الكل. ثم فتسمية هذا الواحد تجزي عن الحاضرين معه وقت التسمية، والحديث محمول على أن هذا الرجل حضر بعد التسمية، فلم تكن تلك التسمية مؤثرة في عدم تمكن الشيطان من الأكل معه. نعم، هذا الرجل في الحديث ثم قعد، كلمة ثم تفيد أن قعوده كان بعد التسمية. ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. هذا جيد، جميل، لا بأس. ثم هنا ذكر فأكل معه الشيطان. أكل هذا الأكل، ما معنى أكل الشيطان معه؟ وأكل الشيطان محمول على حقيقته عند جمهور العلماء سلفا وخلفا لإمكانه شرعا وعقلا، هكذا ذكر إبراهيم الباجوري في حاشيته المواهب اللدنية. وهنا ذكر ابن حجر رحمه الله أيضا هذا أكل معه الشيطان أي حقيقة كما عليه جمهور العلماء سلفا وخلفا من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. لماذا؟ لإمكانه شرعا وعقلا. هذا أكل الشيطان مع الأكل، هذا ممكن شرعا وممكن عقلا أيضا. فإذا أثبته الشارع وجب قبوله واعتقاده، هذا هو القاعدة في كل ممكن. أخبره بالصادق يجب اعتقاده. فإذا هو على ظاهره
يعني مذهب أهل السنة أن النصوص على ظواهرها إن لم يكن باعث لتأويله، لو كان هناك باعث يؤول لكن ليس هناك أي باعث، لذلك يحمل على حقيقته. وكذا يقال في بال الشيطان في أذنه، هذا ورد في حديث آخر، بال الشيطان في أذنه، قاء الشيطان ما أكله، يعني ورد في حديث أن من نسي التسمية أوله ثم سوى سمى أثناءه أثناء الطعام فقاء الشيطان ما أكله، وهذا القيء أيضا حقيقة، أن القيء يرى، لو قاء ينبغي أن يرى وهنا لا يرى، لماذا؟ لأن القاء أيضا لا يرى، ثم كيف يرى القاء؟ الشيطان لا يرى، هو غير مرئي بل هو مستطر أن عيوننا، فقيئه أيضا، هذا بوله أيضا، البائل لا يرى ولا يحس به، هو من بيننا، ويجري من أنفسنا بجرا مجرى الدم ولا نشعر بجريه، فإذا كيف نحس ببوله؟ ولا عجب في ذلك. بعض الناس يعني يشككون بمثل هذا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تشكيك غير معقول بل صفاهة. كذلك الأكل ما هو الشيطان، فإذا الأكل ينفذ الطعام بسرعة ولا يكفي الأكلين، لو سموا كأن الطعام بقي وهم يشعرون بالشبع الكافي هكذا، نعم هو إحساسات ظاهرة. ثم من فائدة يعني التسمية ما ذكرنا سابقا، فإذا من عدم التسمية يأتي الضرر بخلافه، بخلاف هذه المنافع. نعم يمنع الشيطان من الأكل معه، فإذا يدفع ضرر هذا الشيطان. الإمام الرازي رحمه الله في شرح التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا التعوذ من شر الشيطان الرجيم، شر دينيا ودنيويا ماديا ومعنويا، يتعوذ من كل شر. للإمام الرازي رحمه الله كلام طويل في شرح هذا التعوذ في بداية تفسيره، فينبغي أن يراجع، فينبغي كل طالب علم أن يراجع هذا الموضوع خصوصا. ثم وبه قال حدثنا يحيى بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال حدثنا هشام الدستوائي رضي الله عنه بديل العقيلي رضي الله عنه عن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه عن أم كلثوم رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. متى يذكر هذا؟ يعني إذا ذكر إما في أثناء الطعام أو في آخر الطعام، يعني عند ذكره يقول بسم الله أوله وآخره. أوله وآخره معناه هذا يعني في جميع أجزائه، ليس الأول والآخر فقط بل في جميع أجزاء هذا الطعام، يعني هو يصرح بقوله أوله لأجل رجوع بركة هذه التسمية إلى أول الطعام، كأنه ينفذ هذه التسمية من أول تناول الطعام هكذا. لا يقال ذكر الأول والآخر يخرج الوسط، لأننا نقول المراد بذلك التعميم، فالمعنى بسم الله على جميع أجزائه، وهو كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، لأهل الجنة رزقهم فيها متى؟ بكرة وعشيا، وهذا يفيد
أن الطعام هناك مرتين فقط، لكن ورد في آية أخرى، قال تعالى في آية أخرى: وكلها دائم. فإذا كيف الجم؟ يعني بكرة وعشية، ليس لإخراج سائر الأوقات، بل هذا تعبير تعميم، كذلك هذا أوله وآخره تعبير تعميم. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري رضي الله عنه، قال حدثنا عبد الله رضي الله عنه عن معمر رضي الله عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أذن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم الطعام دعاه، هذا من الآداب، نعم، من السنة أن يدعو الداخل. نعم. ثم بعد ذلك علمه الآداب، أولا قال أذن، يعني أقرب إلى الطعام، ثم ناداه بيا بني شفقة منه صلى الله عليه وسلم، نعم، عليه، ثم فسم الله ندبا. فإذا هذا الأمر للندب، ثم فسم الله، يكفي بسم الله في أصل السنة، والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم. نعم. قال حجة الإسلام، يعني أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول: مع اللقمة الأولى بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن سمى مع كل لقمة فهو أحسن، حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله. فإذا هذا يكفي التسمية في أول الطعام، لكن لو سمى مع كل لقمة فهو أحسن، فإذا هذا شرهه للطعام، رغبته إلى الطعام لئلا يعني تشغله عن ذكر الله، لذلك هو يسمي الله تعالى مع كل لقمة، فيأخذ لقمة ويسمي الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويلقيها في فمه، ثم أيضا يملغ ويبلع، ثم يأخذ لقمة أخرى ويسمي الله تعالى عليها ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأحسن والأتم، ما شاء الله. ثم قال: كل بيمينك وكل مما يليك، هذا آداب من الآداب، كل مما، وقد ورد في صحيح مسلم: سوء عاقبة من راجع عليه صلى الله عليه وسلم بعدم استطاعته للأكل باليمنى حينما أمره أن يأكل بيمينه، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله. وفي مسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. ممكن هو يعتبر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عارا وشنارا، لذلك راجع عليه بقوله: لا أستطيع. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو غضب، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالوحي، وهذا دين وهذا شريعة، فإذا مخالفة أمره فيه خطر عظيم، عاقبة سيئة كبيرة، لذلك قال فدعا عليه بقوله: لا استطعت، هذا كان دعاء عليه بعدم الاستطاعة، فما رفعها بعد إلى فيه، يعني ما استطاع، نشلت يده اليمنى في نفس الوقت، ما استطاع أن يرفع يده اليمنى إلى فيه، الله والعياذ بالله. نعم. هذا هو عاقبة سوء لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذر بل قصد المخالفة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. يمين مشتقة من اليمن، اليمن والبركة، لذلك البركة باليمين. كل مما يليك، هذا لو كان الطعام صنفا واحدا فقط، لو كان الطعام من أصناف مختلفة لا يجوز يعني أن يأكل ما يبعد عنه ولا ما يليه هكذا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي الزبيري رضي الله عنه قال حدثنا سفيان الثوري رضي الله عنه، نعم الزبيري، قال حدثنا سفيان الثوري رضي الله عنه عن أبي هاشم رضي الله عنه عن إسماعيل بن رياح رضي الله عنه عن أبيه رياح بن عبيدة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. فإذا هذا ما يقول بعد الفراغ من الطعام، أولا يسمي آخرا يحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يعني هناك سياق مختلف، فإذا ختمه بقوله وجعلنا من المسلمين. لماذا؟ للجمع بين الحمد على النعم الدنيوية والأخروية. أولا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، هذا الطعام والسقي الطعام والشراب من النعم الدنيوية. ثم عندئذ حمد الله تعالى على نعمه الأخروية، وهذا هو قوله وجعلنا من المسلمين، وإشارة إلى أن الحامد لا ينبغي أن يجود بحمده إلى أصاغر النعم، بل يتذكر جلائلها فيحمد عليها أيضا. لا ينبغي أن يجرد بحمده إلى أصاغر النعم، بل يتذكر جلائلها. فإذا هذه نعم دنيوية صغايا، نعم أخروية جلائل، فيحمد عليها أيضا، لأنها بذلك أحرى وأحق وأولى، لأن جلائل النعم بالحمد أحرى وأحق وأولى، لذلك وفائدة إيراد الحمد بعد الطعام أداء شكر المنعم وطلب المزيد. أداء شكر المنعم، الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالطعام ثم يعني سهل تناوله وأكله ويجعله إن شاء الله نافعا. فإذا هناك نعم عديدة كثيرة، سأقرأ عبارة أقوال بعض العلماء فيما بعد إن شاء الله. فإذا هذا شكر المنعم وطلب المزيد إليه. لماذا؟ قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا في ضمن الحمد طلب المزيد، إن شكرتم هذا بالحمد أدى الشكر فكأنه يطلب المزيد من هذه النعم. ولما كان الباعث هنا على الحمد هو الطعام ذكره أولا وأردفه بالسقي لكونه من تتمته، فإنه يقارنه بالأغلبي، ذي الأكل لا يخلو غالبا عن الشرب في أثنائه، إذ الأكل لا يخلو غالبا عن الشرب في أثنائه. فإذا ويشرب الماء في أثناء الطعام، هذا هو الغالب. بعضهم قال هذا منهي، ليس هذا منهي. فكذلك بعض الأطباء يمنع من شرب الماء فور الفراغ من الطعام، وهذا قوله أو مفاد هذا الحديث خلافه، خلاف ذلك القول للأطباء. فإذا يشرب أثناء الطعام أو بعد الفراغ من الطعام، هذا هو الغالب، يعني الطعام لا يخلو غالبا عن الشرب، نعم، في أثنائه أو ثم ختم ذلك بقوله وجعلنا من المسلمين، أي منقادين لجميع أمور الدين، للجمع بين الحمد على النعمة الدنيوية وعلى النعمة الأخروية. ثم
وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا ثور بن يزيد رضي الله عنه قال حدثنا خالد بن معدان رضي الله عنه النبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا 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 ثلاث روايات. إذا رفعت المائدة يعني بعد الفراغ من أكل الطعام ينبغي رفع المائدة، ينبغي رفع السفلي بقية الطعام فورا، لا يترك على المائدة ولا على السفرة، بل يرفع الطعام فورا. وبعده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا. فإذا لا يطول بقاء المائدة بل سرعة يرفع، يكون هناك هذا وقت قليل جدا. فإذا رفع المائدة يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، معناه خالصا من الرياء والعجب، وكذلك تعم الإخلاص، هذا معنى الطيب، مباركا فيه غير مودع، ثم مباركا فيه يعني يكون في هذا الحمد بركة، يرجع بركة الحمد على الطعام وعلى وعلى الحامد وأموره، غير مودع أو غير مودع يعني غير تارك، ولا يترك هذا الحمد بل هذا يعني أراد به استمرار هذا الحمد بطريق المبالغة، غير مودع يعني غير متروك، الحمد لا يتركه صاحبه بل هو يريد أن يستمر هذا الحمد، ولا مستغنى عنه كذلك الحمد عنه، والضمير المرجو مجرور في عنه يرجع إلى الحمد، ولا يكون هذا الحمد مستغنى عنه، لا يستغنى عن الحمد صاحب الطعام، لا يستغنى عن الحمد. ثم ربنا أو ربنا لو كان مجرور وهو صفة لله من قوله الحمد لله ربنا أو هو ربنا منصوب يعني بالنسب على المدح أو الاختصاص، نعم أمدح ربنا وهكذا. إذن هذا إذا رفعت المائدة، المائدة يعني خوان، يعني هذا سرير له أرجل يوضع عليه الطعام، هذا هو المائدة. أما ما يفرش على الأرض هو سفرة كما سبق، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان، فإذن هذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان على مائدة. فإذن للمائدة ما معنى يعني الطعام، فإذا رفع المائدة يعني رفع الطعام، فإذا لا يعارض ما سبق من أنه لم يأكل من على خوان. فسرت المائدة فسرت بالخوان، وعليه فلا ينافي خبر أنس السابق، هذا تيبي الآخر يذكره ابن حجر رحمه الله، ما أكل على خوان لأنه بحسب علمه، وحينئذ يكون أكثر أحواله أنه لم يأكل على خوان، وفي بعض الأحيان يأكل عليه لبيان الجواز. نعم، فإذا في هذا الزمان الناس يأكلون على الخوان والمائدة، نعم هذا جائز، علم جوازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. ثم هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون فيها مطلق السفرة يعني إذ المائدة من الثياب اللين الناعم، وفي القاموس المائدة الطعام، فإطلاقها على ما تجعل عليه مجاز من إطلاق الحال على المحل، وحينئذ فلا إشكال. هكذا تأويلات. ثم هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحمد، كيف الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم
هنا نقل إبراهيم الباجوري رحمه الله قول ابن العربي رضي الله عنه قال قال ابن العربي سمعت بعض العلماء يقول لا توضع اللقمة في الفم حتى تمر على أيدي 360 ملكا. ما شاء الله. هذا اللقمة لا توضع في الفم إلا مرت هذه اللقمة على 360 ملكا فكيف لا يحمد عليها؟ ما عظم هذه النعمة؟ هذه لقمة واحدة صغيرة يستهان بها، ومع ذلك مرت على 360 ملكا فكيف لا يحمد عليها؟ وهذا يعني عيد الملائكة، وهناك يعني جانب محسوس آخر، هذا غير محسوس. وأما كثرة المتولي لذلك من الآدميين فمعلوم قطعا. تولى هذه اللقمة من الآدميين كثير جدا. كيف هذا؟ أولا هذا كان حبا، هذا اللقمة في يد الرجل الآن كان حبا، هذا أولا في شجرة، وأني ربيت تلك الشجرة من رجل آخر، هذا يتسلسل إلى الوراء. ثم هذه الحبة يعني نضجت، ثم قطعت، ثم يعني ماذا نلفت خذبت، ثم بعد ذلك دقت، ثم أيضا خذبت، ثم طبخت. هكذا كم من المراحل، كم من الناس يتولون ما في هذه اللقمة، كم يعمل من الناس في صلاحية هذه اللقمة. فهذا ظاهر كل مرحلة من مراحل هذه اللقمة يوكلها الله سبحانه وتعالى ملكا ملكا ملكا. هذا الملك يربي كل شيء، الله تعالى يجري أمور هذا العالم بالملائكة، كما قال تعالى والمدبرات أمرا. من هذه المدبرات؟ يعني الملائكة. الله تعالى يوكل أمور الدنيا إلى الملائكة. فإذا هكذا لقمة واحدة بسيطة قليلة، مع ذلك مرت على 360 ملكا ما شاء الله، كيف لا يحمد؟ ها؟ نعم الله، من يتفكر في هذه الأمور؟ هذا الذي ينبغي أن يتفكر. هذا الذي قال سبحانه وتعالى لا تتفكروا في الله بل تفكروا في أعلاء الله، آيات الله تدل على وجوده تعالى وقدرته وعلى جميع صفاته وعلى رحمته ورؤوفته ولطفه بخلقه وعباده. هكذا. ثم وبه قال حدثنا أبو بكر رضي الله عنه محمد بن أبانا رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه هشام الدستوائي رضي الله عنه بدير بن ميسرة العقيلي رضي الله عنه عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، هذا طعام قليل، لكن هؤلاء سموا، لذلك وجدوه كثيرا، وجدوه كثيرا يعني بالمعنى ظنوا أن هذا الطعام القليل يكفيهم جميعا، لكن أثناء تناولهم الطعام جاء أعرابي وقعد وأكل بدون تسمية وأخذ هذا لقمة ولقمة نفذ الطعام. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشؤم عدم تسميته وقلت البركة في الطعام في آخره لعدم تسميته. ومن أكل الشيطان ما هو إذا؟ والمعنى أن هذا الطعام وإن كان قليلا لكن لو سمى لبارك الله فيه وكفاكم،
لكن لما ترك ذلك الأعرابي التسمية اندفت البركة، لأن الشيطان يندهز الفرصة وقت الغفلة عن ذكر الله. وفي هذا كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على طعام، لأن تركها يمحقه. ثم هناك أمر آخران. هذه عائشة أخبرت عن ستة رجال يأكلون الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مجيء رجل أعرابي وجلوسه وأكله هذا الطعام بلقمتين، هل هي شاهدة؟ عائشة هل هي شاهدة؟ كيف تشهد؟ هي مأمورة بالاحتجاب عن الرجال الأجانب. لا تجوز لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشهد وأن تختلط وأن تحضر بين الرجال، فكيف شهد؟ هنا هؤلاء الشراح بينوا هذه المسألة. وإخبار السيدة عائشة رضي الله عنها بذلك إن كان عن رؤيتها قبل الحجاب فظاهرة، قبل وجوب الحجاب فلا بأس، هي حضرت، هناك رجال أجانب فلا بأس، فظاهر. وكذلك إن كان عن إخباره صلى الله عليه وسلم، أو هي ما حضرت هذه الواقعة، بل بعد هذه الواقعة أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة، فلا إشكال، هي محتجبة، هي ما حضرت بين الرجال. ثم وأما إن كان عن إخبار غيره لها فالحديث مرسل، أو يعني أخبرها غيره صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل، ما إرساله فلا بأس. لماذا؟ هذه صحابية، هي ترسل عن صحابي آخر، الصحابة تردون، فلا بأس. نعم. على كل حال لم يذكر إبراهيم الباجوري احتمال أنها حضرت بين الرجال وشهدت الواقعة ثم أخبرت بهذه الواقعة، هذا الاحتمال ليس. نعم، لا يظن بها بعائشة أنها حضرت بين الرجال، هي عالم نساء هذه الأمة، عالم نساء هذه الأمة، كيف يظن بها أنها حضرت بين الرجال؟ حاشا وكلا. نعم، راجح عند السادة الشافعية والحنفية، أنا قلت عند السادة الشافعية والحنفية بحسب علمي، أما السادة المالكية والحنبلية ما قرأت أن أقوالهم، لذلك ليس لنفي هذه المسألة عندهم، بل يعني حسب علمي أنا قرأت في كتبهم أن المرأة المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الأجانب، فإذا كيف ستر وجهها؟ هي محرمة، يجب عليها، يحرم عليها ستر وجهها من محرمات الإحرام، لذلك ذكر الفقهاء لذلك حيلة، هي تسدل النقاب على وجهها متجافيا عن الوجه بنصب خشب ومثله على وجهها هكذا. نعم، يلا هكذا، يعني خشب وغيره، ثم يلقي يسدل هذا النقاب أمامها. لماذا؟ فإذا هناك هذه المرأة المحرمة مأمورة بكشف وجهها لأجل الإحرام، ومأمورة بستر وجهها لأجل رؤية الأجانب أو لأجل الأجانب. ده عائشة رضي الله عنها يروى عنها أنها قالت مر علينا ركبان فنسدل نقابنا على وجوهنا، أو تسدل إحدانا نقابها على وجهها، إذا جازونا كشفناه. ركبان يعني الرجال الأجانب هم يمرون، فإذا النساء المحرمات هذا واقعة حجة الوداع، رواه أبو داود وغيره. نعم، فإذا هذا هو يعني
ماذا؟ الاحتجاب من البرد. هذا ذكره ابن حجر رحمه الله إليه. إخبارها هنا بذلك إما من رؤيتها قبل الحجاب أو بعده، أو بعد الحجاب، واقتصرت في الرواية على رؤية الإناء ولا يلزم منها رؤية بدن ذلك الأعرابي. هي يعني نظرت إلى الإناء فقط، هي ما نظرت إلى الأعرابي. نعم. فإذا كما رأت نظرت إلى الأحباش يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم سترته بردائه كما ورد. نعم. فإذا نظر الرجال أمر، نظر اللعب أمر آخر، هكذا فرق بن حجر. أو كذلك نظر الإناء شيء ونظر الأعرابي شيء، هي ما نظرت الأعرابي، أو أن إخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا احتمال آخر ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا لو سمى لكفاكم، فيه تصريح بعليم بركة التسمية وفائدتها. نعم. بعده حديث آخر. نعم. وبه قال حدثنا حناد رضي الله عنه ومحمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو أسامة رضي الله عنه زكريا بن أبي زايدة رضي الله عنه سعيد بن أبي بردة رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. فإذا هذا الحمد بعد الأكل وبعد الشرب، ويرضى الله سبحانه وتعالى من عبده، فهذا عمل يرضى الله سبحانه وتعالى من عبده. لا يرضى. فإذا ليس هناك يعني صيغة خاصة للحمد، بل يكفي أي لفظ اشتق من مادة حمادة، ومع ذلك الوارد أفضل كما هو معلوم. الوارد من صيغ الحمد هو الأفضل. نعم. ثم بعده باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.